Well, it could be something that's, that has more حقيقة of a policy, more political overview قد يكون هذا شيء له علاقة بوجهة نظر سياسية أوسع من وجهة نظر الولايات المتحدة لمحاولة الإبقاء على بعض مظاهر القوة في سوريا وأيضا إيقاف إيران. وليس الموضوع يتعلق بالعراق فقط، فكان سواء كان الموضوع متعلقا بسوريا أو بإيران فإنه سيكون له تأثير بالتأكيد على العراق، ليس هناك أي شك في ذلك. ولهذا فإن رئيس الوزراء يجب أن يأتي إلى واشنطن، يجب أن يجلس مع بايدن وأن يتحدث معه من القلب إلى القلب، وأن تضع السلطات في كلا الحكومتين خطة واضحة، وهذا لم يحصل لغاية الآن. كل ما فعلوه لغاية الآن هم أنهم يتصرفون فقط كردة فعل، ليس هناك خطة واضحة تتبع. ليس هذا ما يحصل اليوم، نحن لسنا إلا نستجيب وتكون ردة فعل لأحداث. وهكذا كانت إدارة بايدن إدارة أوباما وبايدن تتصرف قبل أن يأتي ترامب، ولكن اليوم الفرصة متاحة لوضع خطة. نحن نعرف بأن بايدن وإسرائيل لن يتفقوا في موضوع الاتفاقية النووية، ولكن إيران ليست الفزاعة التي أظهرتها إسرائيل. أعتقد فأعتقد أنهم من خلال تدريب القوات العراقية أو الجيش العراقي بالإضافة إلى قوات الحشد الشعبي، فإن الجيش الأمريكي يمكن أن يكون مفيدا جدا في تقديم المساعدة الملموسة، ولكن لا أن يبقي تركيزا كبيرا من القوات في البلاد.